يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة لمناقشة انفاق حزب الله التي يزعم الجيش الاسرائيلي انه كشف عنها على الحدود الشمالية. وقال المندوب الاسرائيلي الدائم لدى الامم المتحدة داني دانون في رسالة وجهها للصحفيين في الامم المتحدة ان جلسة مجلس الامن الدولي جاءت بناء على طلب من اسرائيل والولايات المتحدة. وأكد دانون بأن النقاش سيركز على ادعاءات إسرائيل بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والذي فرض قيودا على تسليح حزب الله